إخواني، هنا في هذه الساحة تكمن إرادة شعب بكل معنى الكلمة، أما في المنطقة الخضراء فتكمن إرادة الدول الأجنبية وبعض دول الجوار. ولذلك هنا ثورة شعب، وفي المنطقة الخضراء والبرلمان خيانة شعب وخيانة وطن. الشعارات التي رفعت في هذه الساحة لم يرتفع إلى مستواها لا الحلبوسي ولا عادل عبد المهدي ولا برهم صالح ولا معمم ولا حزبي، لأنها شعارات تعبر عن وجع العراق وتعبر عن ألم العراق. فالمطالبة بوطن، نريد وطنا حقيقيا ولا نريد عراقا للبيع، إنما تعبر عن وعي عظيم ووعي جذري ووعي يكشف عن شبيبة انتبهت إلى الواقع المر وأخذت على عهدها أن تحرر العراق من الأجندة الخارجية، من الأجندة الإقليمية، وأن يعود العراق لأهله. إخواني، العراق بلد الخوات، وهناك دراسات علمية دقيقة قام بها الروس وقام بها الأمريكان تؤكد إن العراق هو مورد الخيرات الذي لا ينضب إلى 440 عاما. ولذلك أمريكا وروسيا وإيران وكل هؤلاء سوف يتصارعون، بل هم في أشد الصراع الآن على هذه البقعة المقدسة. العراق بما أنه صاحب هذه الثروة العظيمة فلا يصلح لحكمه إلا أهله، ولأن العراق بهذا الموقع الاستراتيجي الكبير الذي تحتاجه تركيا وتحتاجه إيران وتحتاجه السعودية وتحتاجه روسيا وتحتاجه أمريكا، لأنه بهذا الموقع الاستراتيجي العظيم العراق يحتاج إلى جيش عظيم. ولذلك نطالب بجيش عراقي عظيم، وأن يكون إحدى أهدافنا ومطالبتنا بعودة القوة وبعودة الشهامة وبعودة جيشنا العراقي البطل. ولأن هذا العراق هو محل صراع وصراع وله أجندة داخلية للأسف الشديد، فهو يحتاج إلى الأكاديميين العراقيين ولا يحتاج إلى هؤلاء الذين هم على الهامش والذين هم لا يفقهون سياسة ولا يفقهون اقتصادا ولا يفهمون علما ولا يفهمون فقرا. ولأن العراق هو بلد الحضارات فيحتاج إلى حكومة وطنية وليس إلى حكومة أسر وحكومة عوائل وحكومة أحزاب. هذه الأحزاب كلها لا تستطيع أن تمثل العراق، ولا يمكن أن ترتفع إلى مستوى هذا الوعي الشعبي العظيم. ولذلك نطالب بكنس هذه الرؤوس العفنة، كنس هذه الإرادات المرهونة، ونطالب بحكومة حقيقية عراقية تأمن بوحدة العراق وتأمن بوجود جيش عراقي كبير ومسلح بالوعي الوطني، وتؤمن بالتكنوقراط، وتؤمن بأن العراق قائد وليس منقاد. وهؤلاء الشباب يجب أن نعطيهم، وأخاطب الفنانين وأخاطب السينمائيين وأخاطب الأكاديميين وأخاطب أساتذة الجامعة وأقولهم ويلكم من هؤلاء الشباب، هؤلاء الشباب من أجلكم، هؤلاء الشباب من أجلكم، هذا الشباب من أجلكم. يا أساتذة الجامعة، يا فنانين، يا رسامين، لا تبيعون القلم لهذه الأجندات الخارجية، وإنما طوعوا قلمكم وريشتكم وفكركم لهذه الشبيبة العظيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.